صحة الناس وحياتهم هي أهم حاجة في دنيانا، ما ينفعش فيها غير يبيض يسود. أملهم في العلاج أحياناً بيخليهم يروحوا ورا الوهم. كتير من الناس ما بيعرفش مين الصح ومين الغلط، ما بيعرفش مين الجاني ومين البريء، فين الوهم وفين اليقين. ده دورنا دلوقتي، نشوف ونفكر ونحكم، ده واجبنا مع الناس الحلوة. الدكتورة هبة متولي علي، استشاري جراحات الحول وجراحات عيون الأطفال والمياه البيضاء، دكتوراه طب وجراحة العيون جامعة القاهرة، زميلة الكلية الملكية البريطانية، عضو الجمعية الأوروبية لجراحات الحول وجراحات عيون الأطفال. أهلا بكم. النهاردة الحقيقة في موضوع مهم جدا جدا، هو أكتر من موضوع طبعا، يعني الحول ده الموضوع الأساسي، لكن جوه الحول في موضوع مهم جدا، هو حماية الأطفال من التنمر. ومن أشهر الحاجات اللي ممكن الطفل يتم التنمر بيها هو أنه يكون عنده عيوب بصرية، سواء حول نظره ضعيف، بيلبس نظارة، ضئيل الجسم، تخين، كل ده يعني أسباب للتنمر. لكن المجلس القومي للطفولة والأمومة عمل إطلاق لأول حملة قومية في مصر من أجل إنهاء العنف بين الأقران، وده بشراكة مع وزارة التربية والتعليم، كمان منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسيف، وكمان الاتحاد الأوروبي. الحقيقة مشكورا عمل تمويل لده. طيب ضيفتي العزيزة النهاردة بتقوم بدور مهم جدا جدا فيما يتعلق بموضوع التنمر ده، لكن في أطفال كتير جدا ما بيتكلموش على التنمر. وخلي بالكوا ممكن جدا الإساءة النفسية للطفل والتنمر بيه، التنمر يعني باللغة البلدي البسيطة إن طفل أو مجموعة أطفال يتعمدوا إزاء طفل معين، يقعدوا بقى زي ما بيقولوا إيه يعني يتلككوله، يقعدوا يسموها ايه، يأذوه، يستقصدوه بالبلدي، يستقصدوه. وده بيبقى في أوروبا على فكرة وأمريكا، الموضوع ده ممكن يعمل كوارث. وهنا في مصر الموضوع بدأ يزيد في الفترة الأخيرة. في أمريكا ممكن ريكوردت أطفال انتحروا بسبب الحكاية دي. تخيلوا بقى انتحار الأطفال، في أطفال عانوا من اكتئاب، في أطفال تسبب التنمر بتاعهم أو تنمر ليهم إنهم تحولوا بعد كده إلى درجة من درجات السايكيك بيرسونز، أو يعني نفسيا أصيبوا بأشكال نفسية خطيرة جدا. فالموضوع في منتهى الخطورة. لكن وفي أطفال كتير عندهم حالة التنمر ده بيتعرضوا ليها، لكن هم ما بيتكلموش عنها، إما عدم إدراكهم إن ده نوع من التنمر، شعورهم بالحرج أحيانا من إن هم يحكوا الحكاية دي، برضو الخوف، ممكن جدا يكون خوف، خايفين من الإنسان اللي بيتنمر بيهم ما بيتكلموش، أو حاسين أنه مش المفروض أنهم يعني يستدعوا حد يساعدهم في الموضوع ده. من أشهر الأفلام اللي تكلم على حالة التنمر ده فيلم اسمه لا مؤاخذة، فيلم رائع جدا للمبدع عمرو سلامة. الحقيقة أنا في رأيي أن الفيلم ده المبدع فيه هو كان المخرج، انه صور طفل بيتعرض الى حاله تنمر مستمره من اقران تانيين، من التلامذه التانيين، وصور صوره معينه في مدرسه من المدارس الحكوميه اللي في منطقه شعبيه او منطقه مش فيها رقابه كبيره. القصه مهمه وخطيره جدا يا جماعه، لكن خلونا النهارده نتكلم اكيد عن الحول، ونتكلم على ان هو سبب من اسباب التنمر. ولكن اسمحوا لي ان ارحب بضيفتي العزيزه اللي ليها دور كبير الحقيقه في الموضوع ده، وواضح ان هي هتحكي لنا عن هذا الدور بالتفصيل
وهي اسم كبير في عالم العيون وفي منطقه الحول بالذات لها باع كبير جدا، الاستاذه الدكتوره هبه متولي. اهلا بيك يا دكتوره هبه. اهلا بيك، منوره الناس الحلوه. ثانك يو. بس احكي لي عن الحول بقى، يعني انا عايز اين الحول الان في المجتمع المصري؟ سؤال عام. الحول يعني انا شايفه ان مرض الحول بدا الاتجاه للعلاج ليه يعني في التطور والتقدم، وان العيان بدا يعرف ان هو له حل. الإهمال بتاعه اختفى شوية، يعني قل قليلا ولكن ما اختفاش قوي لسه. برضو شائعات بتهاجم الحتة يعني جزئية علاج الحول، لأن أنت لازم لما تاخد رأي في علاج الحول تاخده من رأي من دكتور أو طبيب مختص في علاج الحول. هو علاج الحول شقين، في شائعات بتطول الأطفال وشائعات بتطول الكبار. الشائعات اللي بتطول الكبار إن لا، أنت مش هينفع تصلح الحول عشان أنت كبير، لو صلحت الحول هتشوف الدنيا رؤية مزدوجة، لو صلحت الحول هيرجع تاني. دي كلها شائعات برضو خاطئة بتؤدي إلى أن الحد الكبير يبقى عايش بالحول وعنده مشكلة ومكسوف منها أو عنده خجل وبيعيش الحياة بجودة عالية، ولكن هو مش عارف أن هو ليه حل. لا، أنت ليك حل، بس خد الرأي من طبيب مختص. ما يخص بقى الأطفال في حتة شائعات الحول اللي هو لا ده لسه صغير، لا استنى ما يكبر شوية عشان نعالجه، لا اصل هو صغير لسه على العمليه، لا هتلبسه نظاره، ازاي تلبسه نظاره، اصل انا مكسوف ان انا البس ابني نظاره، اصل بنتي هيقولوا ان انت بنتك بنظاره، هيقولوا للام ان بنتك بنظاره، فهتبقى مكسوفه في وسط العيله ان بنتها بنظاره او بنتها تعمل عمليه او واتسو ايفر. فكل ده برضو حته شائعات خاطئه، شائعات خاطئه على تقنيات اساسا علاج الحول. يعني اوريدي تقنيات علاج الحول كثيره ومختلفه وبتعتمد على نوع الحول. اوكي، لو انا اشوف العيان، لو حد مختص، لو دكتور مختص يشوف المريض اصلا يبتدي يشخصه، يشخص الطفل صح، فيبتدي في الاخر يوصل الى تقنيه العلاج الصحيحه، سواء نظاره بقى، سواء عمليه، سواء تمرينات تغطيه، سواء وات سو ايفر. الاشاعات الخاطئه بقى الكثير، لا ما تعملوش جراحه، اصل جراحه غلط اطفال، طب تعالى نعمل لك الحول بليزر، طب تعالى نعمل ليزك عشان نعالج الحول. كل بقى دي شائعات بتطول الموضوع ده، لان الموضوع حساس. مختصين في علاج الحول مش كتير، يعني اطباء العيون المختصين في علاج الحول اوريدي عددهم مش كبير قوي، فالشائعات تطول الموضوع ده كثيرا. ولكن انا شايفه ان من كتر انا وزملائي ما بنتكلم في الموضوع وبنطلع ونعمل توعيه مجتمعيه، انا شايفه ان يعني تناول مرض الحول في المجتمع في تطور وتحسن. يعني ثلاث حاجات عايز تكلميني عنهم، عايز تكلميني على انواع الحول، كيفيه التشخيص، المبادرة المهمة اللي متخبيش عينيك برضو دي مهمة قوي لازم نتكلم عليها. مبادرة ما تخبيش عينيك، أنا يعني من كتر اللي أنا لمساه في العيادة بتاعتي من مشاكل كتيرة جدا جدا بيعانيها الكبار والأطفال من الحول، فأنا عملت مبادرة اسمها ما تخبيش عينيك. يعني ما تخبيش عينيك، واجه المرض وروح والجأ لطبيب مختص وعالجه. والمبادرة دي كان هدفي فيها في الآخر الوصول لفكرة أو محاربة التنمر كفكرة. المبادرة ما تخبيش عينيك. بالظبط. المبادرة دي هدفها إيه؟ هدفها إن احنا نقول لكل الناس كبار وصغار ما تخبيش عينيك، لأ يعني محتاج نظارة البسها، محتاج عملية أعملها، احنا ممكن نعالجك، خلي بالك احنا ممكن نعالجك. يعني ده الهدف من المبادرة، سواء الكبير أو الصغير. الكبير ليه علاج للحول في أي سن، حتى إيفن لو حد عنده 70 سنة 80 سنة نقدر نعالج له الحول في أي وقت، وفي ناس فعلا بيحتاجوا كده في السن ده. الصغير برضو ليه علاج، سواء وامشي ورا العلاج وما تهملش الحول، لان الحول اهمال الحول في السن الصغير كارثه، لانه هيؤدي الى كسل العين وضعف الابصار يعني الدائم اللي مش هنقدر نعالجه لو اهملناه في لغايه لما يكبر. فدي كانت هدف المبادره. وطبعا زي ما قلت لحضرتك، هي فكره التنمر في المدارس وكده هي اللي يعني دفعتني شويه ان انا اعمل المبادره دي. الانواع والتشخيص، أنواع الحول على حسب، الكبار غير الصغيرين. أنواع الحول صغيرين، يعني في الأطفال أنا برضو كتبسيطا للأباء والأمهات، أنا دايما أقول يا جماعة الحول عشان نسهل على الوضع على الناس، يعني الحول يا أفقي يا رأسي.
الحول يعني لو قسمناه حتى على حسب العلاج، الحول علاجه حاجة من أربعة، يا إما علاجه نظارة فقط، يا إما علاجه عملية فقط، يا إما علاجه جزء نظارة وجزء عملية، يا إما الحول اللي هو علاجه عملية والطفل محتاج نظارة ملهاش أي علاقة بموضوع الحول. ده كتبسيط لأنواع الحول في الأطفال. فحضرتك هتعرض الطفل على الطبيب المختص وهو يحدد علاجه نظارة بس ولا عملية بس، ولا نظارة وعملية، ولا يحتاج عملية وهيلبس نظارة ملهاش أي علاقة بالحول اللي هو عنده. الحالة ديت اللي هي قدامنا هي ده اسمه مشعل، هو طلب مني ان انا اطلعه معايا في البرنامج. نورت يا مشعل. ده مصري ولا مش مصري؟ لا لا مش مصري. مش مصري. بس اسم مشعل مش اسم مصري. ده لسه عامل عملية امبارح غالبا، فانا قلت كويس ان انا يعني اوري الناس شكل الاطفال بعد العملية على طول مباشرة. يعني بس مجرد احمرار في العين ليس اكتر. النوع الحول اللي عنده هو النوع الثالث اللي هو نص عملية ونصه نظارة. يعني زي في الصورة الأولى هو عنده الحول كامل، في الصورة الثانية في نص جزء من الحول اختفى بالنظارة، في الصورة الثالثة احنا عملنا عملية للحول اللي فوق النظارة أو اللي هو أثناء ارتداء النظارة، فأصبح وهو لابس النظارة ما عندوش حول. يبقى ده النوع اللي هو جزء منه عملية وجزء منه نظارة. ده بالنسبة لده اللي هو النوع ده برضو اللي هو حله عملية فقط، هو ده قبل العملية وبعد العملية، وده شكل الأطفال بعد العملية. والإحمرار البسيط ده بياخد وقت وبيختفي، والعملية ملهاش أي أعراض جانبية خالص وآمنة جدا، وبنعملها عملية خاصة بالعضلات، بالعضلات العين. بعضلات العين نفسها. بعضلات العين. طيب ده برضو يجريني لسؤال مهم فيما يتعلق بطرق العلاج بتاعت الحول. هل من طرق علاج الحول الليزك؟ لا. الليزك ملوش وكرر إيه؟ للمرة العشرين؟ لا. دي جريمة ضحك. دي جريمة ضحك. جاي دلوقتي جاي او بالشمع الاحمر هنشوف. مفيش من ضمن العلاجات ما يسمى بليزك؟ لا، مفيش حاجة اسمها ليزك لعلاج الحول، ولا ليزر لعلاج الحول، ولا عملية حول بالليزر. ده كلام مش صحيح خالص اطلاقا، مش كلام علمي. الا بقى لو حد كبير عنده الحول تكيفي فضل لغايه لما حد بقى كبير بعد 18 سنه، وده نادر ان هو بيحصل، ساعتها ممكن يعمله ليزر فيستغنى عن النضاره، او ليزك يعني، وبيستغنى عن النضاره ويعني في نفس الوقت يحل مشكله الحول. ده في الكبار، في نوع لو الحول التكيفي فضل لغايه لما الشخص عدى 18 سنه، ودي حالات مش كتيره يعني. عظيم. امتى اعمل عمليه الحول؟ على حسب نوع الحول. في انواع حول انا لازم اعمل عمليه الحول عند سن 6 شهور، وفي انواع بعملها عند سن سنه، وفي انواع بعد 4 سنين. يعني اللي انا عايز اقوله، علاج الحول يعتمد على تشخيص نوع الحول، وتشخيص نوع الحول يعتمد على مهارات طبيب الحول. يعني مش جهاز زي مثلا جهاز تضاريس القرنيه، جهاز موجات صوتيه، لا مش كده. هو بيعتمد على حاجه تشخيصيه بحته، ولذلك لازم نبقى عند الدكتور المختص اللي هو هيعالج الحول ويختار وقت العملية بناء على ما يخدم نظر العين وكسل العين ووظيفة العين. أوكي. وهيحترم كل نوع حول وهيعالجه بطريقته عشان ما يحصلش زي ما نقول نقلل من فكرة أن يحصل توابع للحول يعني. عظيم. العينتين لو في حول في العينتين يتعملوا الاثنين في نفس الوقت؟ يعني انا دايما اقول للعيان عين او عين عينتين، ده حاجه ترجع لي انا اللي بشوف خلل العضلات في انهي عين وبقيم الوضع. وانت هتستفيد لو عملت لك عين واحده او عينتين، هيك ممكن تكون شايف الحول في عين واحده، ولكن انا اقرر ان انا اعمل الحول في العينتين. او ان هيك ممكن شايف العين في المشكله او السبب في عين، وانا اشخص ان السبب في العين الثانيه واتكل او ابدا في العين الثانيه عشان العين اللي حضرتك شايفها تظبط يعني. هل يعني في حالات ممكن يعود الحول مرة أخرى بعد إجراء عملية؟ هي إحنا عندنا هو مش هيعود زي ما كان، يعني نادر أوي إن هو يعود زي ما كان. ولكن إحنا عندنا نسبة 10% الاحتياج إلى خطوة مكملة. دايما أقول للناس لو إحنا عملنا 100 بني آدم عملية حول، في 90 منهم مش هيحتاج حاجة تاني، وفي 10% هيحتاج خطوة مكملة. العشر أشخاص من 100 شخص دول، دي المفروض إن هي نسبة عالمية ربنا خلقها ليها علاقة بالعملية دي، ولكن مش في إيد جراح وجراح، لا. يعني دي نسبة، في 10
يعني 10 اشخاص من 100 شخص اللي هيعملوا عمليه حول هيحتاجوا خطوه مكمله. ولكن طبعا الحمد لله ان العمليات نفسها لو اجريتها عند حد مختص ملاش اي اعراض جانبيه، صفر اعراض جانبيه. فكل بقى الضلالات اللي بتيجي، يعني انا حتى في ناس بتجي لي يا دكتوره قالوا لي لما اعمل عمليه حول اطلع عيني بره، ولما اعمل عمليه حول عيني ممكن تتخرم والعضله ممكن شاف ايه ويحصل نزيف ايه يعني بيجي ضلالات كده كتيره. دي برده شائعات للاسف بيروجها بعض الاطباء، ولكن هي ملهاش اسم الصحه. عمليه الحول لو هيك عملتها عند دكتور مختص هيبقى ليس لها اي اعراض جانبيه يعني ان شاء الله. ان شاء الله. السؤال برضو المهم قوي، الطفل يمارس حياته الطبيعيه بعد قد ايه؟ يعني الصوره انا جبتها دي ده حد عمل عمليه يعني امبارح. عادي يوم. انا حتى دايما اقول للعيانين مفيش اي ممنوعات، عايز تلعب، عايز تتشقلب، عايز تغسل وشك، عايز تفرج على التلفزيون، تشوف الموبايل، انت عايز تخرج تنزل تتعشى بره في نفس اليوم، اعمل اللي انت عايزه، بس هيبقى فيه احمرار في العين زي ما احنا شايفين. العمليه نفسها بتستغرق وقت قد ايه اثناء العمليه؟ العمليه يعني افريج تلت ساعه نص ساعه يعني ماكسيمم، يعني لو كذا عضله يعني اكتر من عضلتين. مثلا في الحاله دي سن صغير اللي تعمل سن صغير دي من اصغر، زي ما بقول لحضرتك انا هقرر هعمل الحول في سن صغير او سن كبير على حسب نوع الحول نفسه. دي حاجه يعني ده حول انثى. ده حول انثى. دي كلهم اطفال صغيرين. بالظبط. ده حول عنيف شويه. بس انا دايما اجيب الصور دي عشان الناس تطمئن، يعني مش بحطها بحطها عشان الناس تطمئن ان ابنها هيبقى كويس والموضوع بسيط. مش الموضوع يعني بس دي عمليه في العضلات. عمليه في العضلات بالظبط. عمليه في العضلات. في العضلات. لكن لا يوجد ليزك لعلاج الحول. لا يوجد ليزك. معلش. ست كبيره. ست كبيره، ودي برضو كانت تقريبا تاني يوم عمليه. انا جايبه الحالات في الاول خالص عشان الناس تفهم ان الموضوع برضو بسيط وشويه احمرار وهيروحوا، ولكن فعلا بيغير الحياه خالص، يعني بيخليه يبقى بني ادم تاني. يعني العين دي اللي بيشوف فيها كويس ولا ممكن يشوف فيها؟ ممكن يعني على حسب. في ناس بتبقى يعني عندهم رؤية يعني مقبولة في العينتين، ولكن غالبا لو أهملوا من الصغر هيبقى فيها كسل شديد، يعني مش هيبقى بيشوف بيها يعني. برضو ده احنا يعني دي بس مجموعة من الصور. أنا بقول للناس يا جماعة احنا بنصلحه حتى الكبار، يعني حتى اللي عنده 70 سنة ومش عاوز، يعني أنا يعني يعني شيء بشيء يذكر، التنمر حتى موجود في مجتمعاتنا في الكبار. يعني موجود مثلا في مجتمعاتنا في الصعيد وفي الفلاحين، تلاقي حد كبير طب انت ايه اللي فكرك، اصل مش عارفه الاطفال بيقولوا لي ايه، اصل ولادي بيقولوا لي ايه، اصل مش عارفه ابني بيقول لي اصل انا مكسوف عشان ماما عندها. يعني التنمر موجود والسخريه موجوده في مجتمعاتنا، موضوع الحول يعني مرتبط ارتباط شديد بيه. عشان كده انا يعني حتى يعني اي حد يعني دايما اشجع، حتى لو انا ماشيه في الشارع لقيت حد عنده حول في اي سنه اقول له خلي بالك ده ممكن تصلحه. ليه يا دكتوره؟ ده قالوا لي هيرجع تاني، لازم اسمع كده. ده قالوا لي يا دكتوره ده هيشوف مزدوج، ده هيرجع تاني، لازم اشجع دايما كل الناس ان هو يصلحه ويتخلص من المشكله الشكليه والنفسيه طبعا في نفس الوقت. هل عمليه الحول ليها مضاعفات؟ لا ما ان شاء الله لا، يعني زي ما قلت لا مفيش حاجه ملهاش مضاعفات في الطب، بس بما انها تعمل بمقاييس طبيه. بس حضرتك في نسبه في لا انا اقول حاجه في عمليات لو نسبه المضاعفات اقل من 5% او 2% انت من حقك تقول ان مفيش مضاعفات، لانها اكشلي لو اتعملت بالطريقه المظبوطه عن حد مختص ان شاء الله ما لهاش مضاعفات. اللي بتعمل بميكروسكوب يعني هي كمان ما بقتش يعني مع التقدم بقينا نعملها جراحات ميكروسكوبيه دقيقه، بنعملها تحت الميكروسكوب زي كل جراحات العيون بدقه وبساطه ونظافه وسرعه احسن من الاول بكتير، فبالتالي الاعراض الجانبيه بتاعتها يعني لا تذكر تقريبا. بس وما تطلعش العين بره يا جماعه خالص. برافو على المبادره بتاعتك جدا، وجو اون احنا سبورتيف جدا ليكي، ويعني انا معاكي في الحكايه دي جدا، واعتقد انه موضوع مهم قوي عشان كمان يعني جهات كبيره تهتم بيه، فده شيء مهم جدا. من اجمل الحاجات في فيلم لا مؤاخذه هو صوت العبقري احمد حلمي. في ناس كتير ما تعرفش ان الفويس اوفر بتاع الفيلم ده اللي عمله احمد حلمي، فهو واضح ان هو يعني من يعني واحمد حلمي يعني لم احد يتوقع في بدايته انه هذا الممثل اللي كان مذيع
يبقى عبقري السينما العربية، واحد من العالميين في رأيي، فهو برضو في حبل التنمر، ويسعدنا أنه يكون معنا على شاشة. انت ايه اللي جايبك معانا؟ ايه ده، انت شكلك وحش قوي، انت مالك مسلوعه كده ليه؟ ده اسمه تنمر. انا شخصيا حصل معايا كده، انت دمك تقيل، انت ودانك مطرطقه، والحقيقه في الاول الحاجات دي ضايقتني، مش عايز اقول انها اثرت في ثقتي بنفسي، لا وقتها ما كنتش فاهم كمان قوي يعني ايه ثقه بالنفس. لما بصيت حواليا لقيت انه الحاجات دي مش صح، الحاجه الوحيده اللي صح انه وداني مطرطقه شويه. خلقت ربنا اصريت، حولت كل الكلام اللي كان بيجيلي في محاولة إنه هو يهدني لطاقة والقدرة والقوة والصلابة، إن أنا أثبت لنفسي أولاً إن الكلام ده مش فيا، واللي اتهموني بيه أو قالوه عليا إنه الكلام ده مش حقيقي. الحاجة الوحيدة الحقيقة اللي أنا ما قدرتش أغيرها هي وداني زي ما هي مطرطقة، بس أنا حولتها لعلامة مميزة. اوعى حد يأثر فيك، ثق في نفسك. كمان عايز أوجه الرسالة لكل أب وكل أم، إنك تصاحب ابنك وتصاحب بنتك، لأنه في الوقت ده مهم جدا 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 إن الطفل يحكي اللي تقله، يحكي اللي حصله، يحكي مين تنمر عليه سواء في المدرسة أو في النادي. أنا تعرضت للتنمر، أنا ضد التنمر، كلنا لازم نكون ضد التنمر. إذا المريض خد علاج في أول 6 أسابيع من حدوث هذا الشرخ، يبقى اسمه شرخ شرجي حاد اكيوت انال فيشر، ويتعالج بالدواء وينساه ولا يحصل اي حاجه ولا يعمل عمليات طول حياته. وانا انصح المريض، ارجوك اذا كان عندك نسور صغير الحق اعمله بدري قبل ما يحصل مشكله كبيره تخلي الحكايه يبقى صعب عليك. قله العلم، هذا قله علم، لانه لو بصينا مفيش شاذ مش هيعاني من هذه الامر. مستحيل مستحيل مستحيل.